شهر رمضان، شهر الخيرات واليمن والبركات. أقبل وأقبل معه الضياء في كل مكان. نتذكر آباءنا وأمهاتنا، نجتمع معهم على طاولة واحدة، نأكل ما لذ وطاب من خيرات الله الواسعة. نتذكر أيتامنا ومفقرينا وأراملنا وكل المشردين في كل مكان، في الملاجئ أو في كل، ولنقل مرحب مرحب يا هلال، مرحبا بالشهر الكريم، شهر الخيرات. رمضان يجمعنا.